السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حلقة جديدة برنامج بكل جراءة، قناة مصر البلد، قناة كل المصريين. بنتجمع في سهرة خاصة، بنتجمع النهاردة وكلنا عندنا أمل في بكرة، أمل في مستقبل يليق بينا ويليق بأولادنا. عندنا أمل إن كل واحد يبقى عنده ضمير في خدمة الناس، يبقى عنده إحساس بالمسؤولية تجاه الآخر. اللي حابب يشاركنا النهارده في حلقتنا يقدر ببساطه يتصل على 1760 من اي محمول، او على 0997760 من اي تليفون ارضي، او يبعت لنا رساله على 1760 يقول اللي هو عايزه. لما اتكلمت امبارح وقررنا نشتغل على حمله الحقن المجهري، جالي تليفونات كتير بصراحه، وناس كتير عايزه تنضم للحمله دي. فانا قلت ان ايا كان الرقم اللي الناس شافت وتابعت حلقة امبارح، وان كان رقم كبير من وجهة نظري، بس احنا محتاجين نعرف تفاصيل اكتر، نتكلم عنها اكتر. ايه اسبابها؟ ليه انا قررت اشتغل على الحكاية دي؟ ايه اللي خلاني قررت اشتغل على فكرة الحقن المجهري؟ الحقن المجهري المجاني اللي انا بفضل الله، يعني انا واستاذة نور السبكي الصحفية والدكتورة عز الدين الزايدي، ومقعدت افكر ازاي نعملها، وطبعا برعايه مؤسسه فينا الخير، فكرت ان الحقن المجهري ده ساعات بيبقى عند بعض السيدات او عند بعض الاسر هو الامل، ودي بتبقى ليها علاقه كمان بانا امكانياتي الماديه تسمح ولا لا. فبيبقى في حاله حزن شديده انك تبقى انت عندك الامل في ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكرمك بالسبب ده، وانت معكش تمن السبب ده. ان حد يبقى حلم الامومة بيطرده طول الوقت، وعنده استعجال للوقت، انا سني 30 لا 31 لا 32، وفكرة انا ممكن ابقى عندي طفل او بيبي من خلال الحقن ده، وانا قلقان الوقت بيعدي وسني بيعدي وما عنديش فلوس اعملها. كان برضو احساس صعب قوي وانا بسمع من ام نفسها تبقى ام، تقول لي انا حلم حياتي يبقى عندي بيبي يخدمني لما اكبر ويسندني لما اكبر، ولما الدنيا تديني ظهرها يبقى هو سندي. دكتور عز الدين الزايدي لما كلمته، انا متاكد ان كتير في مصر او يمكن في الوطن العربي عندهم نفس الميول، فكره ان انا هفرح او هسعد امهات كتير، هسعد اسر كتير، وطلع جزء من عملي او من مكسبي او من مجهودي لوجه الله تعالى. دكتور عز الدين الزايدي من الاسماء المعروفة في عالم النساء والتوليد والحقن المجهري، ولكن قال لي لا، ما نشتغل على الجزء ده، انا تعب شوية وانتوا تتعبوا شوية، وفي الاخر نسعد ناس كتير، وده الدور المجتمعي والانساني لاي مهنة في الدنيا. شرفني يكون معايا الدكتور عز الدين الزايدي، استشاري النساء والتوليد والعقم والحقن المجهري. اهلا بحضرتك فن. أهلا يا فندم. طبعا امبارح يا فندم، والاسباب لها علاقة بفرحتنا بالحقن المجهري واللي حضرتك اسعدتنا بالخبر ده، ما قدرناش نعرف تفاصيل كتير عن موضوع الحقن المجهري. خليني اقول لسيادتك يا فندم، انا محتاج سؤال، هو هل يا ترى الحقن المجهري ده يصلح لكل الناس ولا عند بعض الناس لا؟ اكيد مش هيصلح لكل الناس، يعني هنقول الحالات الصعبة بالنسبة لمثلا الذكور أو الإناث. بالنسبة للذكور مثلا عدد الحيوانات قليل، لكن مثلا افرض ما فيش حيوانات خالص، بنرجع تاني نشوف الخصية هل فيها حيوانات ولا لا. ما علينا، احنا طبعا أي حالة حضرتك تبعتها هنستوفي دراستها كلها، وهنختار العدد اللي انت عايزه نعملها كلها من اول لاخرها، تحاليلها باشعاعاتها، تحاليلها باشعاعاتها بكل حاجه، بريدها بكل حاجه. مفيش اي مشكله. طب دكتور عز، احنا عندنا عندنا اكتر من مكان ممكن المرضى يقولنا فيه، هل يا ترى عندنا يعني
اكتر من مكان باكتر من عنوان؟ هل يا ترى في فريق هيشتغل على الحالات اللي هنختارها من المركز اللي بتعمل مع طبعا كتير في فريق في المركز اما دكاتره الذكوره دكاتره نساء المعمل موجودين الفريق والفريق هيشتغل مجانا مع الاسماء اللي احنا هنحددها لسيادتك اكيد طبعا. طيب دكتور عز احنا ان شاء الله حضرتك وعدتني وانا بشوف ان انا مش عارف اشكرك بانهي طريقه ولكن هو لا شكر لا شكر مع طبعا. عمل مع رب العالمين خالص النيه وخلينا اقول لحضرتك انت من القلائل في مصر وانا بتحدى يعني ان انا ما قابلتش ان حد يجي في الحقن المجهري المكلف ده يقول لي انا هساعد بخمس حالات كل شهر فانا بشكرك جدا 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 ومفيش رساله اشكرك بيها غير ان انا اقول لك ربنا يكرمك ويبقى في ميزان حسناتك. انا اللي بشكر سعادتك دي الفرصه دي ان شاء الله يعني. بشكرك بشكرك جدا واسمح لنا كل حلقتين كده نعمل مداخله مع سيادتك نقول لك الاسماء نقول لك عدد الحالات نقول لك بعض المشكلات لان انا عايز اقول وحضرتك معايا على في الاتصال ان في بعض السيدات وزنها زياده جدا وبرضه عايزه تحقن وانا بكنت من الحاجات اللي بعرفها وبسمعها على السوشيال ميديا ان لازم وزن الست يكون مش كبير لازم تحافظ على وزنها لازم تقلل وزنها وبسرعه فعشان كده حتى بصوا على حاجه احنا معانا يعني هنعمل كل حاجه في وقتها الحاله تتحضر صح يعني الحاله تتحضر لو محتاجه ادويه محتاجه اي حاجه قبل الحاله المجهري مش هنخش عليها على طول يعني لو محتاجه ادويه بنديها ادويه طبعا تمام طبعا. تمام يا دكتور وبعدين الحالات تيجي احنا هندرسها كلها وهنبقى في اتصال ما بيننا وبين بعض بحيث يعني نقول الحالات اللي هتبدا بيها والحالات اللي بعد كده على طول ان شاء الله انا هحضر 20 حاله او ال 15 او ال 20 الاولانيين دول هم هيروحوا نشوف مين الطف فرص لنجاح الحقن المجهري معاهم هنختارهم ودول هيبقوا اول خمسه الشهر ده ان شاء الله كلهم هياخدوا فرصه كويسه جدا زي اي واحد في احسن حته يعني هيتعاملوا كانهم دافعين زي اي VIP. مريض دافع VIP. ايوه بالظبط كده بشكرك جدا يا دكتور عايز احنا كده يا ريت يعني احنا هنبقى مبسوطين جدا ربنا يسعدك ربنا يسعدك وتدخل البهجه في قلوب كل ام فقدت حلم الامومه وكل اب نفسه يبقى عنده اسم كله ان شاء الله ربنا يوفقه ان شاء الله يزيد فوق اسمه بشكرك جدا دكتور عز الدين الزايدي استشاري النساء والتوليد والحقن المجهري بشكرك جدا على الرساله النبيله اللي حضرتك بتقدمها لنا وبشوف لو بعض الناس شافت ان اللي بنقدمه ده ايه الحقن المجهري ده يعني الحقن المجهري ده ما الحقن المجهري ده بالنسبة للبعض يعني بتوديه في نقلة تانية حلم تاني انا اللي انا بسمعه عن الحقن المجهري ده ارقام كبيرة وعند البعض الارقام دي بتبقى صعبة ففجأة بدل ما هيدفع الرقم الكبير اللي مش هيعرف يجيبه او كان مستحيل يجيبه لا ان شاء الله نحطك على الطريق طريقة الاشتراك في حملة الحقن المجهري برعاية مؤسسة فينا الخير والدكتور عز الدين الزايدي الطريقة بسيطة جدا الأرقام موجودة على الشاشة أثناء حلقاتي على مدار الحلقات اللي جاية لغاية يوم 14/12 تحديدا هنتصل وتسجل اسمك وتسجل السن والحالة وتسجل معايا كمان رقم تليفون الارقام موجودة على الشاشة هتقولوا لي طيب ما هو ما فيش طريقة تانية نتواصل غير الارقام ما هي دي الطريقة اللي الناس بتكلمنا بيها هنا اللي عايز يعمل مداخلة هنا بيتصل على الارقام دي فاللي حابب يتصل بينا الارقام على الشاشة اتصل وقول عايز اشارك في حلقة في حملة الحقن المجهري او ابعت رسالة على 1760 بس اتصل بيا قول لي احنا مشكلتنا فين اللي ليه حاولنا نروح لدكتور حقن مجهري حاولنا نروح لدكتور نساء حاولنا نروح فين اللي حابة تشترك في حملة الحقن المجهري ببساطة اتصل بينا واحنا نسجل الاسماء كل حلقة هنزيع او هنعرض اسماء الناس اللي انضمت للحملة دي هتقولوا لي طيب ما خمس اسماء بس ولا 10 اسماء ولا حتى 20 اسم ده قليل قوي لا مش قليل دي بدايه لو الشهر ده قدرنا ان شاء الله في بدايه الحمله نجمع 20 اسم حققنا منهم خمسه او سته او انا ممكن عشان في الدكتور عز طبعا انا عارف ان هو شايفنا دلوقتي فممكن يقول لا لا يعني هم خمسه زي ما حضرتك طبعا طلبت ولكن ده خلاك قبلت خمسه يخليك تطلب او تقبل اكتر من كده
فان شاء الله هيكون معانا الاسماء وهنعرضها وهنبعتها للدكتور عز الدين الزايدي. مؤسسة فينا الخير برضو كان لها دور بليغ وقالت في ناس بتيجي من المحافظات عشان تروح المراكز دي، يعني مراكز دكتور عز دي هتبقى صعبة قوي. فمؤسسة فينا الخير قالت عربياتنا جاهزة، هنحدد مكان ناخد فيه الناس نوديهم المركز بتاع الدكتور عز الدين، ومؤسسة فينا الخير هتستنى الناس بعربياتها لغاية ما نرجع الناس لأقرب مكان. وده يعني خدمة بتقدمها للي هيدخل معنا الحملة عشان المجهود، او لو هو من جاي من محافظة تانية، جاي من منوفية اسكندرية صعيد ولا حاجة، يبقى هما بنسهل على الناس شوية. وده دور، وبشوف ان لازم كلنا نعمل كده. فكرة انك انت تقدم حاجة مجتمعية لولاد بلدك واخواتك ده دور مهم. ان الناس في الاخر لو كل واحد قادر يقدم حاجة لازم يقدمها. واحنا ابتدينا النهاردة بحملة الحقن المجهري، الشهر الجاي عندنا حملات كتير جدا في اكتر من اتجاه، حملات بمراكز بمستشفيات بعلاج بحاجات كتير جدا. طب انت ليه تاريخ بالحقن المجهري ده؟ بشوف الدموع كده في عينين سيدات لما تيجي تقول لي انا خايفة عمري يعدي وما ما بقاش ام. طب انت جوزك بيشتغل ايه؟ نقاش، سواق، على قد حاله، بيشتغل باليومية. طب وانت هتقدري تعملي حقن مجهري؟ والله انا عاملة جمعية بخمس تلاف وسلفة خمس تلاف وحاجات غريبة كده. الناس اللي تعرضت للضغط النفسي دي عشان تبقى ام لازم نقدم لها حاجة ولازم نساعدها. انت بتعمل دعاية للدكتور؟ الدكتور مش محتاج دعاية. لو دورنا على تمن عمليات الحقن دي كان هو لو عايز يعمل دعاية في اي حتة كان بالفلوس دي عمل دعاية، هو ما بيعملش كده. طب انت يا محمد عايز دعاية لنفسك؟ خالص، انا ده اللي هيوديني ولا هيجيبني، انا هاخد على قد ما هقدر هساعد اللي بقدر اساعده، واعتبرها قضية او مشكلة شبه المشاكل اللي بنقابلها على مدار اليوم طول الوقت. بس خليني اقول برضو، صوت طفل بيتولد في بيت كانش فيه صوت ده كان فارق معايا. جد وتيتا اللي قاعدين طول الوقت نفسهم يشوفوا حفيد ليهم قبل، يعني ربنا يدي طول العمر لكل الناس، ده كان فارق معايا. الام اللي دايما بتشوف اطفال بتلعب حواليها ونفسها تبقى ام، ده كان فارق معايا. ولو انا قادر اعمل وغيري قادر يعمل وكل الدكاتره بتاعت الحقن المجهري ودكاتره النساء خمسه بس كل شهر لوجه الله تعالى، والله هنفرح ناس كتير. فاش حاجه يعني، ما فيهاش حاجة أبدا. حضرتك دكتور إيه؟ قلب، بتاخد كل يوم 10 كشوفات 20 كشف، خليهم 25. خمسة من صحتك، واعتبرك اعتبر نفسك بتتصدق. الصدقات مش لازم ظرف ومش لازم فلوس ومش لازم كسير لحمة لا 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 لا. تصدق عن عملك. دي الحسنة المهمة قوي. إن حضرتك تقدم. اعمل كده والله يعني هتفرق جدا. زي الراجل اللي عنده مثلا مصانع لعب اطفال بتبيع وبتكسب، الله يبارك لك، طلع جزء من اللعب دي وديها لدار ايتام، فرح الاطفال، اعمل حاجه. والله في ايدينا نسعد ناس كتير، بس احنا محتاجين حد يفكرنا. انا عارف ان الخير فينا كلنا، مصريين جدعان قوي ولاد بلد قوي، عارف انت المصري ده اللي هو الخدوم الجدع موجود، بس ضغوط الحياة وبعض المشاكل اللي بنشوفها في حياتنا ممكن تنسينا، ممكن تخلينا نتليه في حياتنا ومشاكلنا. فاحنا يلا بقى نفكر بعض. اللي حابب يشترك في حملة الحقن المجهري اتفضل، الارقام موجودة على الشاشة، اتصلوا بينا. انا معايا لغاية دلوقتي اسمين من 20، والاسماء هنذاعها الحلقة الجاية على الشاشة، وهنقول الاسماء وهنعمل اتصالات مع الناس اللي انضمت ونقول هم بينضموا ليه. معايا استاذ علي، اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك انا علي السيد. وطي التلفزيون يا استاذ علي. وطي التلفزيون من فضلك. حاضر. استاذ علي. انا علي السيد. بقالي 7 سنين متجوز ولسه ربنا ما اردش يعني بالخلفة. طيب انتوا رحتوا لدكاترة نساء وذكورة وكده؟ رحنا. قالوا لكم ايه؟ يعني كان الحالة عندنا كويسة، كان في شوية نزوجة وصديد وكده، وكان عند المدام طلب وعملنا شعر صبغة،
وعملنا حاجات كتير يعني. والدكتور الدكاتره قالت لسه ربنا ما عرضش. طيب يعني ممكن اعرف انت محافظه ايه؟ طنطا. محافظه طنطا. المدام كام سنه؟ 33. طيب استاذ علي اول من رقم 3 انضم لينا هو والمدام. حضرتك ما تقفلش الخط عشان تسيب لنا خلاص رقم التليفون خدوه بعد اذنك يا استاذ احمد. طبعا حضرتك سيد العارفين قبل ما تدخل لي مكالمات الحمله هتاخد ارقامهم واسمائهم. استاذ علي خلاص انت ان شاء الله من ضمن الناس اللي هتتفحص مع الدكتور علي، والله لو الحاله صحيه مناسبه، هل الحمل الحقن المجهري ده مناسب، حضرتك انضميت لنا خلاص وكتبنا اسم حضرتك. انا بشكرك جدا جدا، وكنت عايز اقول حاجه بشكرك جدا. في ناس بتيجي تقول لك طب انا عايز انضم لحمله الحقن المجهري دي، ماشي احقنوني عنينا في مشكلة او ممكن تقابلني مشكلة. اولا يبقى عندنا فرصة نجاح الحقن المجهري صعبة، فلو الدكتور قال الفرصة دي صعبة احنا مضطرين ناخد حد تاني. وخلينا اقولك احنا لا علاقة بحضرتك ولا بالحد التاني، بس هي القصة كلها احنا عايزين الخمسة اللي يروحوا يبقوا كواليفايد او مناسبين جدا او فرصة نجاحهم عظيمة جدا عشان ان شاء الله الخمسة دول ينجحوا. طب ويا جماعة الناس اللي هتنضم برضو لينا في الحملة دي والدكتور قال لا انتوا لسه شوية، لسه شوية ده يحصل ايه؟ لسه شوية دي يعني هنمشي على كورس علاجي هنخلصه، بعد ما نخلصه الدكتور قال لا الحالة بقت تمام، تبقى انت التاني خمسة في الشهر الجديد باذن الله اللي هيتعمل لهم حقن مجهري. فالحكايه مش الحكايه، خلينا اقول لحضرتك احنا مش هنتخلى او مش لو انت فرصتك ما نفعتش فانت امشي، لا مش هتمشي، مين قال تمشي؟ حضرتك خلاص احنا معانا مجموعه الاسماء اللي هتنضم لينا، هتروح تفحص الحاله متاخره او محتاجه علاج او محتاجه كرسي علاجي، تمام حضرتك هنأجل الحقن دلوقتي وفي الشهر الجديد تبقى انت اول حد في الخمسه اللي جهزوا. هنعمل حمله قد ايه؟ انا طمعان في الدكتور عز الدين الزايدي يعملها لي 6 شهور لو ربنا ادانا العمر. يعني 6 شهور دي يا جماعة يعني هنقعد 6 شهور بنفرح ناس، هنفرح ناس ونسعد ناس 6 شهور حالة كده من البهجة والبركة والفرحة بتحصل لنا 6 شهور بإذن الله. أستاذ طلعت ألو هنوطي التلفزيون من فضلك يا أستاذ طلعت. لا توطيته يا باشا. اتفضل يا فندم. مع سيادتك يا فندم اتفضل. السلام عليكم يا باشا. وعليكم السلام يا فندم، اهلا بحضرتك. ازيك يا استاذ محمد؟ والله في نعمه كبيره يا فندم، اهلا بيك. انت منور على الشاشه بالصلاه على النبي كده ومعاه طلعت ابراهيم. اهلا بيك يا استاذ طلعت، اهلا بسيادتك يا فندم. اهلا بيك. وطي التلفزيون. اتفضل يا فندم. لو وطيت التلفزيون هبقى سعيد قوي بالمناسبه. ماشي. وطي التلفزيون بقى. ماشي. استاذ محمد بعد اذن حضرتك. اتفضل. في المدام اللي قلت حضرتك عليها. مالها؟ المدام ماجدة، انا قعدت مع حضرتك اهيت واتكلمك. طيب اتفضل، مدام ماجدة اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. عليكم، لا انا مش دكتور يا فندم، دكتور موجود في العيادة، انا محمد اتفضلي. ماشي يا استاذ محمد، انا حضرتك عملت الحقن المجهري وعايزه اعمله كمان مرة. انت حقنتي أول مرة؟ حقنت أول مرة بفلوس مع الدكتور محمد عبده متفرع من منطقية. طيب والحقن ده ما نجحش معاكي؟ ما هو عمله لي، عمل ما عملته عمل لي الحقن، جيت عمل ما عملته لي تاني الدوره نزلتني. طيب هو نصيب يعني، فشل ليه علاقه بالحظوظ او يمكن بالترتيب او ما حصلش. انا قلت رحت له حتى ياما لان ما قدرتش اقول لك ده حمل ولا متحمل، قال لي اعمل لك تعملي تحاليل اشوف ده يبان ولا لا. انت كام سنه؟ طيب انت كام سنه يا مدام مجد؟ 30 يا دكتور. استاذ محمد برضه دكتور ماشي، قولي لي 30 سنة وان شاء الله حلمك تبقي ام ان شاء الله. يا رب يا بنتي والله يا دكتور. هتبقي ام باذن الله يا رب. ادعي لها كتير جدا كده جدا طول الوقت كده، ادعي وربنا يملى حياتك بركة وان شاء الله تبقي ام قريب قوي. يا رب يا دكتور. يا رب يا استاذ محمد. طيب احنا هناخد بس تليفونك ما تقفليش وان شاء الله انت رابع حد ينضم لينا في الحمله و الف مليون مبروك، وان شاء الله ربنا يقدرنا يعني ونسعدك او
نسعدك وان شاء الله يبقى في فرصه عظيمه في الحقن. بشكرك جدا. طب خد عن الاستاذ طلعت معاهم. اتفضل يا فندم. ايوه استاذ محمد. اتفضل يا استاذ طلعت. تليفون انا عند حضرتك 0114. لا 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 احنا خدناه خلاص. شكرا شكرا يا استاذ طلعت بشكرك جدا. عملت الحقن والحقن فشل. انا مش دكتور فما اقدرش اقول سبب او اجزم بسبب ليه الحقن الاولاني فشل، ولكن كان مكلف. هي طول الوقت متعرضه الست دي لضغط، ومش هي بس، ناس كتير طول الوقت متعرضين لضغط. امتى 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 امتى؟ وكل اللي يشوفوها يا رب نفرح بيك، يا رب نفرح باولادك. جمل احنا في مصرياتنا او في العادات المصريه موجوده، والجمل دي مزعجه جدا. حتى انا هتاخدني الجمله دي للناس اللي سن الجواز بالنسبه لها اتاخر. كلمه عانس انا ضدها، وحضراتكم عارفين مفيش حاجه اسمها عانس، مفيش حاجه اسمها كده. بيبقوا بنات زي القمر وحاجه كده يعني، تشرف وتعليم وشهاده وشكل وجمال وحاجات، وسن الزواج اتاخر. ده ليه علاقه بقى بحاجات كتير هنتناقش فيها. بكره بقى جدا كل ما نشوف البنت دي نقعد نقطمها، امتى بقى هنفرح بيكي، مش هنفرح بيكي، وكان هي السبب، وهي هي اللي اتاخرت، وهي قصدها تتاخر، وهي قصدها. الحاجات دي بتجرح جدا البنات تحديدا، فبلاش. الست اللي برضو الناس اللي عندهم تاخر في الانجاب او حاجه، ما تقعدش كل ما تشوفها تقول لها انت لسه ما فيش، يعني ربنا ما كرمكيش لسه. دي مش جمله يعني. لكن باذن الله دينا شغالين، لو ربنا اداني العمر وربنا وقف لنا اولاد الحلال الدكاتره الجمال الطيبين ملائكه الرحمه، هنعمل يعني. ممكن نعمل ايه مع الدكتور مثلا عز الدين الزايدي؟ 5 من اصل 20، يعني هنبعت 20 ان شاء الله نختار منهم 5، ومع الدكتور سين نختار 5، ومع الدكتور صاد نختار 5، فتلاقي في الاخر عملنا كتير. وانا وزملائي من الاعلاميين اللي بيعملوا في طبعا في ميزان حسناتهم، هنكسب كلنا ونسعد ناس كتير كلنا. هتقول لي طب والمراكز دي ما تشتغلش؟ لا والله هتشتغل، وربنا هيكرمهم وهيجي لهم ناس اكتر، والناس اللي عندها المقدره تدفع فتدفع، والناس اللي ما عندهاش نساعدها وربنا يكرم. وما حدش يقول لي ان دي كماليات، وما حدش يقول لي اصل دي ليها علاقه بالرفاهيه. ما فيهاش رفاهيه. رفاهيه ايه؟ ده حد نفسه ربنا يكرمه بالطفل عشان لما يكبر يسنده، عشان الام دي لما تتعب يطبطب عليها وياكلها ده سنه الحياه. فيلا بقى نعمل. الارقام موجوده، اللي حابب يتصل يتفضل، واللي حابب يعني ينضم لنا اهلا بيه. معايا استاذ محمد حسين، اهلا بيك. ايوه مجدي. اتفضل يا فندم. عايزين الحاج المجهري. طيب اتشرف باسمك استاذ محمد حسين. انت متجوز بقالك قد ايه؟ انا بقالي 7 سنين. 7 سنين؟ طيب رحنا لدكاتره، قابلنا دكاتره يعني عملنا زيارات طبيه كده ولا لا؟ رحنا يا باشا دكاتره. وايه اللي حصل؟ انت مكشر ليه الاول كده؟ قول. انا مش مكشر والله. انا عايزك كده، عايزك تتبسط كده، ان شاء الله في امل وفي خير وفي حاجات حلوه هتحصل ان شاء الله. طيب قول لي، رحت للدكاتره؟ رحت للدكاتره قالوا لكم ايه؟ انا رحت للدكتور، عملت جزء عمليات. عملت عمليتين قبل كده. عملت اللي هي الدوالي والعريق. تمام. طيب خليني اقول لحضرتك ان شاء الله، انتم من محافظه ايه؟ الشرقيه. الشرقيه. طيب خدنا تليفونك وان شاء الله تبقى من الناس اللي ان شاء الله تقابل الدكتور عز. بشكرك جدا، وان شاء الله يحصل بقى اللي نفسك فيه. طب انت ليه، انا ليه بقول احنا محتاجين نسمع تجارب؟ نسمع تجارب عشان التجارب دي هتدفعنا كلنا نشتغل في الخير. ينفع بعد شويه حد قريبه دكتور عنده مركز، يعرف حد عنده مركز، يبتدي يقول له احنا سمعنا حاجات غيرت في نفسيتنا وتعبت نفسيتنا ومحتاجين نعرف. هتقولوا لي طب وانت لازم نروح ونقابل الناس ونصور؟ ما ابدا، مش هنعمل كده. احنا هنصور الفرحه ونصور الحاله، مش الحاله شكلا، الحاله اللي مضايقانا،
وهنصور فرحة الناس وهنعمل ده عشان نقول للناس كلها في امل. الناس اللي طول الوقت محتاجة خدمة الناس، يعني الناس دي محتاجة خدمة ناس تانية، وربنا جعلنا اسباب لبعض، فلازم نعمل ده. موضوع بقى الاحياء ومشاكل الاحياء واللي احنا شغالين عليه، موضوع ما يقلش اهمية عن الموضوع ده. ما اتصل تليفون يا له. استاذة هدير اهلا بيك. استاذة هدير. ايوه اتفضل. حضرتك وقت التلفزيون وكلميني من التليفون لو سمحت. تمام. اتفضل. ايوه اتفضل. اتفضل يا فندم اهلا بيك. ايوه حضرتك متجوزه بقالي 4 سنين وكنت عايزه اعمل عمليه الحقن. 4 سنين؟ محافظه ايه؟ اسكندريه. اسكندريه. عندك بقى استعداد كده تقابل الدكتور مره كل اسبوع ولا حاجه فتيجي المشوار ده؟ تمام مش مشكله، مفيش مشكله خالص. طيب انت رحتي عملتي محاولات قبل كده؟ عملتي حقن قبل كده؟ عملتي اي حاجه؟ لا انا رحت الدكاتره بس لكن ما عملتش حقن، يعني رحت الدكاتره ومفيش اي مشكله خالص عندي او عند جوزي. طب قالوا لك اخر الكلام انك لازم تحقني مهجن؟ هو اخر الدكتور كان قايل لي ان انا المفروض ان انا هرجع قبل كده عشان لما يكون في بيبي تاني فيعني ادي نفسي فرصه للبيبي التاني. طيب احنا تليفونك معانا وانت انضميتي خلاص للحمله، انت اسم من الاسماء اللي انضمت لنا، هنكلمك ناخد منك بعض التفاصيل زي العنوان زي السن زي عمر الزوج زي الحاجات اللي ليها علاقه بالداتا اللي ممكن تتقدم. الحمله هتبتدي يوم 14/12 ان شاء الله. هنبتدي في التريوم ده نعلن العناوين ونعلن المكان اللي المفروض الناس تروحه. مشكورك جدا يا هدير او يا مدام هدير انا اسف، وان شاء الله نقول لكم ايه التفاصيل اللي بعد كده وايه التفاصيل اللي هتحصل. مدام هدير انضمت، الحالة رقم 6 بقت معانا. يلا يا جماعة هنفضل في كل حلقة ناخد بعض الاسماء، مش هقول بقى اولوية الاتصال ولكن احنا بنجمع مجموعة. معايا مين؟ مدام زينب. مدام زينب اهلا بيك. الو. اتفضلي يا مدام زينب. ايوه يا فندم. انا باسم بنت اختي بصراحه. بنت اخت حضرتك؟ نفسي يعني اقسم يعني ما احرماش من حاجه زي دي، وانا عندي استعداد ان انا اساهم بجزء من التكلفه. انا عارفه انا بتخش في حدود 20,000. الله يبارك لك. الله يبارك لك. يعني حتى لو جزء، يعني لو انا هدفعه ده ممكن حضرتك تحطه في جهه تانية كده يعني. لا ما تساهميش ولا حاجه، الدكتور عز ان شاء الله يتكفل باذن الله بعلاجها، بس انا عايزك الجزء ده لو انت مقرره جواكي ايا كان الجزء حاولي انت بقى تسعدي بناس تانية. يعني هي في ناس خلاص ربنا سبحانه وتعالى. لا الحمد لله. انت حاولي تسعدي، يعني قصدي الجزء اللي انت كنت مقرره بيه ده اسعدي بيه انت ناس تانية ان شاء الله. اصل هو الحمد لله انا طلعتي معاش، ف تعرف بيبقى في حاجه زي كده. ربنا يسعدك يا رب ويديك الصحه والعافيه وتفرحي. وانا بصراحه انا ما جبتش عيال، فانا مش عايزاه تتحرم زيي. طيب قولي لي بقى هي بقى لها قد ايه متجوزه؟ داخله على 6 سنين. 6 سنوات. عملت حقن قبل كده او عملت حاجه؟ لا ما عملتش. بس ماشيه في علاج. وكان محافظه ايه؟ احنا في القاهره، محافظه القاهره. اجدع ناس محافظه القاهره. الله يحفظ حضرتك. حضرتك يا استاذ احمد امين خدت رقم؟ طيب حضرتك ما تقفليش، ارجعي للكنترول تاني عشان ناخد رقم الاستاذه. طيب احنا هنتصل بيكي وناخد منك الرقم بتاع المدام وبنقول لها ربنا يكرمك ان شاء الله. بشكرك جدا، ربنا يكرمك، وطبعا احساس جميل ونبيل منك بنت اختك اللي عايزه تساعدي بجزء عشان تفرحيها. بفرح من العائلات اللي زي كده، اللي هو بنت اختي وعايزه اساعدها، بنت خالتي ونفسي اقدم لها. ممكن احرم نفسي واجي على نفسي بس اطلع فائض كده اساعد بيه بنت اختي. وماله اللي عايز يساهم ونزود ونساهم ونعمل، وبدل ما اخترنا 20 شخص و30 شخص و40 شخص، وسهل نقدم وسهل نرسم البسمه على وشوش ناس كتير، زي ما الهانم اللي كانت بتتصل بتقول انا عايز اساعد واساهم في بنت اختي. لا تعال نساعد للناس اللي ما نعرفهاش، وماله ويعني ما نفرحهم.
دي 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 نصيبها جه من ضمن ال 20 واحده اللي هنختارهم. طب واللي بعد ال 20 اللي بعد كده اللي هم عددهم كتير يعني خليني اقول لكم، وعايز اقول لكم كمان ان في ناس بتتصل بيا الكنترول بيقول لي في ناس عماله بتحاول تدخل لنا وتحاول تتصل، هنتصل بيكم وهنرد عليكم وتتصلوا ونستقبل المكالمات دي ببساطه، هنعمل كده بس كمان كلنا نعمل كده، ما يبقاش برنامج بكل جراءه، لا يبقى كلنا اللي يقدر يعمل حاجه يلا نعمل. بخليني اقول لحضراتكم برضو ما تفكروا معايا، هو انا لما عملت الحمله دي عشان ايه؟ عشان حضرتك تشوفني، ما انت بتشوفني ومستنيني بعض، انا بستنى وبجي لك وحضرتك قاعد مستنيني لكن لا انا عايز نعمل بقى، ما يبقاش الحكايه بس مجرد بنعترض على مسؤول، بنشجب مع عند مسؤول، احنا معترضين على اداء موظف، لا نعمل بقى حاجه فيها امل كده، طاقه ايجابيه نقدمها، مع هنقف ضد المسؤول اللي يقصر ايا كان هو مين، هنقف ضدك وهنكشفك وهنعلن عنك وعن اسمك وعن وظيفتك وعن مكانتك، وده بنساهم، ده بقى برضو مساهمة، بنساعد الدولة لو عندنا معلومة نساعد الدولة، بس متبقاش الحكاية كده بس، يلا نعمل ده. تاني للناس اللي فتحت التلفزيون دلوقتي او جابت قناة مصر البلد حالا، حملة الحقن المجهري مجانية تماما، هنختار مجموعة من الناس اللي هتحقن الحقن المجهري ويروحوا للدكتور عز، وطبعا ده فريق طبي هو اللي يقرر. استاذ فهمي اهلا بيك. اهلا بيك يا باشا، ازيك يا استاذ محمد؟ ازي حضرتك يا استاذ فهمي، اهلا بحضرتك. الله يخليك يا باشا. انا مع سيادتك يا فندم على الهواء، اتفضل. حضرتك انا سمعت في البرنامج وكده، كنت مش عارف يعني وديني سؤال عشان اعرف اكلمك. طيب يعني حضرتك احنا عاملين، انت عندك سؤال بخصوص موضوع معين؟ طيب لا بخصوص الحقن المجاري. طيب الحقن المجاري، حضرتك متجوز بقالك كام سنة؟ 7 سنين. ايه موضوع 7 سنين؟ كل الناس بقالها 7 سنين ليه كده؟ طب محافظة ايه؟ محافظة سوهاج. سوهاج. حضرتك رحت للدكاترة؟ قابلتوا دكاترة يعني قالوا لكم حاجة؟ كتير، كل الدكاترة كل دكتور بيقول بكلمة، في اشاعات عاملينها وتحاليل وكده. طب حضر اشعتك وتحاليلك والحاجة والورق ده عشان نروح للدكتور ان شاء الله. احنا هنروح للدكتور بدءا من يوم 14، هنقول العناوين للناس في تليفونات الناس، المجموعة اللي هتروح تقابل الدكتور عز. سيب تليفونك خدناه خلاص، هنكلم حضرتك نسألك عن بعض التفاصيل كده محتاجين اجابات عليها، بس مش هينفع طبعا على الهوا. انا بشكرك جدا يا استاذ فهمي، وبشكر اهالينا في محافظة سوهاج اللي انا بحترمهم وبقدرهم جدا. معايا يا استاذ محمد. الو استاذ محمد اتفضل. الو استاذ محمد اتفضل. يا فندم اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا بيك. مع حضرتك علي بقى من بيع لقب كتير. انا مش سامع قوي، الخط بيقطع، اقف في حته كده فيها شبكه. تمام كده محمد؟ علي صوتك بقى واتفضل. ايوه فندم، بقول لحضرتك معاك علي طه من بيع لكفر الشيخ. علي طه من كفر الشيخ. ايوه فندم، كنت كلمت حضرتك بخصوص ابن عمي اللي اتضرب بالنار في طريق الصعيد. ايوه فندم. محمد انت دلوقتي اما حضرتك ما حدش تواصل معايا، وربنا سهل الحال، والعميد جمال من مركز دشرة كلمنا ان هو تم القبض على 2 متهمين ولقوا العربية. تمام. ورحنا جبنا العربية جت امبارح، طبعا عربية من هي، وهو اعلن عن اسم واحد من الاثنين والتاني مش موجود او ما حدش صرح بيه. وحضرتك انا عايز حضرتك تستنى تخطيط الموضوع دوت، لان الموضوع ده كده شكله كبير جدا. تمام. هو المفروض ان في واحد من قريه ابو مناع من هناك من دشنه بيقولوا ان هم عسكري مجند، ونزل اسمه على الصفحه الرسميه بيقول ان هم 2 مجندين اتعاملوا الحركه دي. تمام؟ كان في اجازتهم والشيطان معاهم، و طلعوا عايزين اي فلوس، فطلعوا على الولد ضربوه وخدوا حاجه منه، العربيه منه، وبعد كده شبعوه. تمام. ف بيقولوا ان في واحد من اليوبيه وواحد من دشنه
بتاع دشنا بس اللي طلع بتاع القلوبية ده ما نعرفش هو اسمه ايه ولا مين. والاول قالوا من كفر الشيخ ورجع قال لا ده من ايه. طب انا 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 سؤالي الاخير، انت بتبعت طلب المساعده مثلا لوزاره الداخليه؟ انا عايز حد من الاعلام يا فندم اللي يغطي القصه دي، لان طبعا انا الداخليه هو يعني طيب يعني انا فهمت حضرتك محتاج ايه. خد بس الرقم يا استاذ احمد عشان نديه لاستاذه نور، وطبعا انت فاهم يا استاذ احمد ان استاذه نور هتشتغل على ده وهتبعت كاميراتها وتنزل تصور ده. حاضر. وخلينا اقول لحضرتك ربنا تاني، انا بقول لك تاني وابعت الرساله دي لاهله، ربنا يصبر اهله على يعني المصيبه اللي هم فيها، وصبر قلوبهم. وخلينا اقول دي خطوه كويسه جدا ان احنا قدرنا نعرف او ناخد خط لطريق الجناه، خطوه كويسه جدا ان يعني ان شاء الله في نتائج وان شاء الله يكون في حل الحكايه دي للنهايه. استاذ علي، السيد علي كان بيكلمني ورجع تاني الاتصال. اهلا بيك استاذ علي. الو الو الو، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ محمد؟ ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك. الحمد لله. اتفضلي. وانا رحت كشفت يا استاذ محمد بقالي 7 سنين. اه سبع سنين نفسي اجيب حتة عيل والحتة عيلة، كل ما اروح للدكتور او يودينا عند ده وده يمشونا على حقن وحاجات، وفي الاخر قالوا لي ايه لازم تعملي مجهالي ده وجوزة على قده. حاضر. يعني يوم بيشتغل ويوم قاعد. كنا حاضر. بنجيب حتى العلاج بالعافية والله يا دكتور استاذ محمد. حاضر. عينيا. نفسي اجيب حتة عيلة افرح بيه. قولي له يا رب. والعمر كله بيجري. قولي له يا رب. قولي له يا رب. هو كريم قوي قوي جدا وهيكرمك وهو حاسس بيك اكتر من اي حد وان شاء الله. يا رب يا رب. انا شفت الاعلان كده في الصدفة ما صدقتش. جوزي يقول اني كلمتهم واقول له والنبي طب اديني اذن احمد اكلمه، ما صدقتش والله. ان شاء الله ان شاء الله هيحصل. قول يا رب. ربنا يبارك لكم يا رب. ربنا يفرح قلبك ان شاء الله. يا رب يا رب. واحنا تليفون حضرتك خدناه وهنكلمك وهنبتدي نقول لك حتى التحاليل بالاشعه بالمطلوب دكتور عز الدين الزايدي بيتكفل بيها، ومؤسسه فينا الخير هتستقبلكم في اقرب طريق توديكم المركز وترجعكم تاني لاقرب طريق، فان شاء الله خير. اطمني. ماشي يا استاذ محمد. ربنا يبارك لكم يا رب. ربنا يفرح قلبك ان شاء الله. بشكرك جدا، وربنا يفرح قلب كل الناس اللي نفسها في حلم الامومه، اللي هم اتنين في بيتي يبقوا ثلاثه وممكن يبقوا اربعه. اه ممكن يبقوا اربعه. هتقول لي ازاي؟ اقول لك عادي جدا. بعد اول بيبي في حاجه اسمها البطانه المهاجره، يعني زي ما بسمع على السوشيال ميديا، مجرد ان حصل اول بيبي اللي هي كان سبب في تاخر الانجاب خلاص البطانه المهاجره دي بتموت. الدكاتره بسمعهم يقولوا كده. فخليني اقول لحضرتك اه بعد الحقن المجاري في اول بيبي ينفع يبقى في بيبي تاني وتالت ورابع من غير حق، بس بلاش تاني وتالت ورابع، دي هو ولد وبنت وخلاص. نقف بقى مع بلدنا بقى، الزحمه اللي انتوا عاملينها دي مش هتنفع. فان شاء الله ربنا يكرمكم بس بولد وبنت، والولد سموه محمد بقى عشان تبقوا عارفين. معانا حالة تانية جات لنا. أستاذ أحمد سعيد اطمن، أنت اتصلت والخط اتقطع بس احنا خدنا رقمك وخلاص أنت انضميت بإذن الله للمجموعة اللي هتنضم لحملة الحقن المجهري. وعايز أقول حاجة، مركز الدكتور عز الدين الزايدي ده هو فيه مجموعة من الأطباء اللي على أعلى مستوى، لنا ولا فريق إعدادي ولا القناة ولا الدكتور عز ولا أي حد ليه علاقة بانك تتحقن او لا، او حضرتك تتحقني او لا، الا تقرير بيتقدم من الاطباء الحاله دي تنفع تتحقن. لان حد يقول لك احنا هنفضل ماشيين على الحقن والبتاع، ما هو لازم تجهز، ما الحقن والدواء ده بيجهزك لنجاح الحقن المجهري، فلازم تاخد الحقن وبانتظام والدواء وبانتظام، واصبر على الكلام ده اسبوعين ثلاثه شهر. اه اصبر، ما انت بقالك سنين صابر يعني. فيلا يلا نعمل ده، يلا نلتزم في الدواء، ولو احنا اتاخرنا في الحقن يبقى ربنا لسه ما قردش لغايه ما الدواء بتاعك والحاله بتاعتك تتطور. يلا نعمل ده.
يلا ان حمله الحقن المجهري المجانيه برعايه برنامج بكل جراءه مؤسسه فينا الخير ودكتور عز الدين الزايدي استشاري امراض النساء والتوليد والحقن المجهري، حمله مجانيه هنختار 20 اسم ان شاء الله يجهز منهم 5 يدخلوا يتحقنوا على طول. كل شهر هنعمل كده او كل شهر هناخد 5 حالات بمعدل، هو احنا اتفقنا مع دكتور عز على 3 شهور هقنعه في التليفون الحلقه الجايه ان شاء الله يعمل معانا مداخله يبقوا 6 شهور. وطبعا انا بشكر فعلا الاستاذ نور السبكي الصحفيه، هي السبب بصراحه عشان انا طلبت الفكره وهي ساعدتنا جدا في تنفيذها، فبشكرها جدا جدا بصراحه. وخليني اقول لحضراتكم مش هتبقى حقن مجهري بس، لا فهمتوا غلط، مش هنقعد كمان بالولاد، قصدي هنعمل حقن مجهري ونعمل حملات لها علاقه بعلاج الادمان وهنعمل حملات تانيه لها علاقه بجراحات السمنه هنعمل، ساعدوني بس ويلا ادعوا لنا وجهازوا معانا وان شاء الله نعمل. معانا اتصال تليفوني، مين؟ ام رغده، اهلا بيك يا ام رغده. اهلا بيك، اهلا بيك. ازي حضرتك يا ام رغده؟ اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا باشا. اتفضلي سيادة. بقول لحضرتك. اتفضلي. اهلا يا حبيبي، ازيك يا استاذ محمد؟ ازي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك. عامل ايه يا استاذ محمد؟ كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بخير. انا بقول لها يا حضرتك احنا ظروفنا صعب جدا. ومرض ابني حملت الاول ونزل في السادس والحمد لله ونحمد ربنا، ورجع مبيض عندها مات، وعملت حقن مجهري تاني في الشبي، حطوا لها 2 طفلين، وبعد شهر برضو سقطتهم تاني لانها عندها طفل، واحنا استلفنا من جميع عباد الله والله، وانا عندي ارتشاح رئوي وانسداد في الشريان القلب التاجي، ويعني الظروف معانا زي الزفت والله. سلام وربنا اللي عالم، احنا العلاج بنجيبه من ايد الناس. لا بعد الشهر ونفسي منعني اشوف لي ابن طفل، ابني يعني شغال في ورشه وعلى قد حاله، وبيصرف على اخوه وبيصرف على اخته وعندها المخ والاعصاب، وربنا اللي عالم بحالنا يعني. حاضر مش عارفه اقول لحضرتك ما طلبتوش حاجه. اقسم بالله العلي العظيم ابني ده اقول لك بيستلف حق علاجي، تقولي انت كذابه. بعد الشهر يعني انا عندي ارتشاح رئوي، نفسي افرح بطفل قبل ما اموت. ربنا يديك الصحه. حاضر. انا نفسي ومنعني استاذ محمد ادي لوجه الله. حاضر. بستحلفك باغلى حاجه عند حضرتك. والله يا حاضر عينيا، ده ربنا اللي يعني. بستحلفك باغلى حاجه عندك. امر ما طلبتش حاجه. وحياه سيد المرسلين، وحياه سيد المرسلين. حاضر. حاضر. أيه. انا نفسي افرح بطفل لابني. أيه. افرح قلبه، حتى افرح قلبه الحزين، لان مراته لسه ساقطه يوم العيد الكبير ده، ساقطه طفلين يعني صارفين عليهم خاف اقول لك 13000 جنيه سالفينهم من ايد الناس. حاضر عيني يا امي. انا يا امي حاضر ما طلبتش. وانا عندي ارتشاح رئوي وعندي ارتجاع في الصمامين التاجي والرئيسي بتاع القلب، وربنا ربنا هو الشافي المعافي والله العظيم. 3 العلاج حتى ملايين، والله العلاج ممنوع من السوق ملايين. اجيبهولك انا على عيني يا ست الكل. تسلم. اجيبهولك والله العظيم باخد. اجيلك اسكندريه على عيني والله. تسلم، احنا مش من اسكندريه، احنا من كفر الدوار. اجيلكوا كفر الدوار. احنا من كفر الدوار من الوكيل. حاضر. ان شاء الله يخليك يا رب وطول عمرك، وبحلفك بسيد المرسلين تزور الرسول يا رب. يا رب لو عملت المرض ابن العمليه ديت وربنا رزقها ببنتي ولا ولد هغيبها، صلي وادعي لك العمر كله يا رب يخليك لحد ربنا ما يديني كده الصحه والعافيه، انا صلي وادعي لك. ربنا ما يحرمني منك، انت تدعي بس للناس اللي ربنا. بالله عليك يا استاذ محمد. حاضر. بالله عليك بستحلفك بالله العلي العظيم. عيني. حاضر ما طلبتيش حاجه، لان انا ربنا اللي عالم بحالنا يعني، وخلي ابني ده وخلي ابني يقطع القلب يعني من غير ما تعيطي والله، عشان انا بقول لك والله العظيم 3 حتى علاج القلب ما قادر اجيبه. هنجيبهولك. انا كل معاشي 360 جنيه. حاضر. والله العظيم كل معاشي 360 جنيه. ممكن اطلب منك طلب عشان خاطري؟ اطلب منك طلب؟ اتفضل. ما تضايقيش نفسك، وكل اللي انت عايزاه ان شاء الله ربنا هيكرمنا ونعمله. خلاص؟ يا رب. بس يا رب. فرحيهم بقى وقولوا لهم انتوا اتضمنتوا لحمله الحقن المجهري. يا رب. يا رب يا رب يا استاذ محمد، ثالث مره تعمل حقن مجهري، ده الثالث ده يا رب ينجح الثالث على ايد حضرتك. هندعي لها كلنا باذن الله. حاضر. مشكورك جدا جدا وربنا يفرح قلوبكم يعني. احنا كل حلقه هناخد جزء من الجزء الاولاني نتكلم فيه عن الحمله، وهناخد اتصالات، وخلينا اقول مش عايز اروح لمنطقه ان الحلقه كلها او جزء كبير من الحلقه يروح في الحقن المجهري، عشان برضو الناس التانية اللي ليها طلبات. كان في مشكله مع حي شرق مدينه نصر، ارجوكم يا جماعه سمحتم حضروا لنا
نتكلم معه ونعرف ايه المشكله. وكلموا لنا السيد رئيس حي شارع مدينه نصر. انا عارف الوقت متاخر وعارف ان ضيفي الفنان المحترم بدر هلال من اجمد واقوى واحلى الاصوات في مصر. من وجهه نظري بدر هلال يا جماعه الفنان اللي هيبقى ضيفي ده بيجمع كل صفات الاخلاق الرب، يعني سبحان الله، مطرب اخلاق، مهذب، محترم، بيختار كلمته، صوت عظيم. انا شايف ان احنا عندنا هيبقى معانا النهارده نجم. بكره لو بتثقوا في كلامي انتوا هتبسطوا في حلقه النهارده بالصوت والطريقه اللي هيقدمها لنا بدر هلال. معانا مين؟ انا عارف معانا تليفونات كتير جدا ومش عارفين نتصل، احنا مش عارفين نتصل يعني بالمسؤولين بسبب حجم الاتصالات. طب هناخد معلش المكالمات. طيب خليني اقول لحضراتكم الفنان اللي هيشرفني، وانا بعتذر لك يا استاذ بدر طبعا انت ضيفي، ولكن خدمه الناس انت بتحبها زي بالظبط، فاسمح لنا برضو هناخد بس 10 دقائق كمان نرد على اسئله الناس ومشاكل الناس، وحضرتك تشرفني طبعا ونتبسط ونغني ونستمتع بصوت من احلى الاصوات، من احلى الاصوات على الاطلاق، الفنان بدر هلال. تاني الحملة شغالة، العدد كبير، العدد كبير، اتصالات عندي بيقولوا لي في ناس كتير جدا، ما تقلقوش. جالي يعني مثلا اقعدوا فكروا معايا، طب وده لو جاله 50 حالة ولا 100 حالة نعمل ايه؟ هناخد ال 20 الاولانيين نجهزه، بعد 30 يوم باليوم هنجهز 20 تانية نضم. اللي جهز من ال 20 الاولانيين ايه؟ 3 4، وال 20 التانيين جهز منهم 3 4، ينفع ناخد دول على ما الباقي يجهز. خلاص مجرد ما رحت انت المركز بقيت انت خلاص انت من ضمن الناس اللي ان شاء الله تتحقن. هتقولوا لي طب والدكتور عز ممكن يعني يعمل لناس كتير؟ اللي خلاه قبل يعمل 5 و5 كل شهر، ينفع يقبل اكتر من كده؟ ينفع جدا جدا، ينفع جدا، دي التجاره الرابحه اللي مع ربنا سبحانه وتعالى. في ناس كتير هنحاول نشتغل على حلها، هنحاول، هندعم على قد ما نقدر. مؤسسة فينا الخير وفرت عربيات، بعد شوية هنشوف ممكن نطمع في ايه تاني وان شاء الله يوفروا لنا. ما احنا بنطمع لوجه الله. حاجة المراغدة اثرت فيها طبعا طبعا، تشيليش هم، ان شاء الله ربنا يبعت لك الخير وتفرح ابنك. وموضوع الارتشاح والدواء دواء القلب ده ان شاء الله نجيبه لك، لو تعرفي تبعتي لي الاسماء بتاعت الادوية قولي لي ازاي وانا ابعتها لك بشركة شحنة، وانا حتى اجي لك لغاية عندك رقبتي. طبعا مش عايزين بقى دموع، عايزين نفرح. معانا مين؟ استاذ صلاح غندور، اهلا بيك. ازيك يا استاذ محمد؟ حرام الاستاذ صلاح غندور، اهلا بحضرتك. ايوه حبيبي، اتفضلي. بسافر عشان بنتي. بقى لها كام سنه متجوزه؟ 6 سنين. 6 سنين مش 7. طب الحمد لله. راحت لدكاتره؟ راحت وعملت مرتين، مره ما حصلش انقسام لاي بويضه، ومره حصل حجم انقسام من الدرجه الثانيه وما حصلش. طب قولي لي هي عامله ايه؟ يعني قولي لي نفسيتها عامله ازاي كده؟ موضوع فارق معاها قوي؟ مش فارق معاها خالص؟ لا والله هي مسلمها لله. ونعم بالله، احلى حاجه. هي كام سنه؟ هي عندها 23 سنه. طب مش سنها صغير، انتوا قلقانين ليه كده؟ يعني الدكاتره مش مطمنينكم طب خالص؟ والله هي متجوزه بقالها 6 سنين، وبعدين يعني هي مريضه زيبه حمراء. هي مريضه الزيبه حمراء، بس هي ما عندهاش مشاكل يعني الحمد لله. خليني اقول لحضرتك اللي هيفصل في ده الدكتور اللي هيحقنها والدكاتره اللي هتكشف عليها، لو حالتها المرضيه تسمح اكيد هنعمل كده. هي ما عندهاش اي مشكله خالص، مش انا وانت اللي هنقول بصراحه، يعني خليني اقول لك انا هي متابعه مع دكاتره استاذ محمد، والدكاتره اصلا مصرحين بها بالحمد، هي ما عندهاش مشاكل اصلا. انا موافق لو ما عندهاش مشاكل يلا نعمل لها طبعا، بس انا بقول لو تعارض. هي عملت وما نجحتش، قال يا ترى ما نجحتش عشان طب معلش برضه انت معانا وهتروحي وهم يعني الفرصه موجوده هم يقولوا لنا ينفع او ما ينفعش، لان احنا مش دكاتره فما نعرفش. هل يا ترى الموضوع ده او ليه علاقه بفشل الحقن؟ الله اعلم. طيب اتصالات كتير، لو قدرت تكلمي لنا بس رئيس حي مدينه نصر او مشكله مدينه يبقى كتر خيرك، والاتصالات موجوده وحلقاتنا لن تنتهي ولن تنتهي الحكايه عند حلقه النهارده. كل حلقه ناخد مجموعه اسماء
لغايه ما اوصل للرقم اللي انا محتاجه. والحال الحمله هتبتدي 14/12، هاجي معاكم في اول يوم باذن الله عند الدكتور عز ونشوف ايه اللي هيحصل. هاجي معاكم باذن الله يوم الحقن، هاجي معاكم باذن الله لما نيجي نفرح بخبر الحمل. بس انا ليا شروط، اللي ان شاء الله ربنا يكرمها وتحمل ويحصل تخلف بيبي تعزمونا في السبوع ونيجي نصور ده بقى، ومش هحط شروط بقى واقول حطوا الاسماء تبقى سموا على اسمي وحاجه كده، براحتكم اعملوا اللي تعملوه، بس اعزمونا في السبوع، اعزمونا نفرح معاكم، اعزمونا نشوف فرحه ام وعيله وتيتا وجده، اعزمونا نشوف طفل في يوم من الايام هيريح ابوه اللي بيشتغل في الورشه او بيشتغل باليوميه ويقول له اقعد انت يا بابا بقى، انا اشتغل مكانك او انا هكسب واصرف ان شاء الله. الحاجات دي ربنا يرزق كل الناس، والناس كلها تحس بالمعنى اللي انا بقوله ده. ومش عايز اتكلم في الكلام ده كتير، لاني في ناس بتتضايق من ان انا اكون بفكرها بجمل بتسمعها من البعض، ولكن لا ما تتضايقيش وما تتضايقش، ما احنا ان شاء الله بنحل. حمله الحقن مجهري مجانيه، مش هناخد، ما فيش حد بياخد حاجه خالص، دي مجانية، مشاركة مجتمعية من دكتور عز الدين الزايدي، مؤسسة فينا الخير، برنامج بكل جراءة حطينا ايدينا في ايدين بعض، يلا نعمل كده. وتحت اشراف الصحفية نور السبكي طبعا هتهندل وتكلم الارقام، وهي هتشقى بس اكيد على قلبها زي العسل لانها في خدمة الناس. مهندس مصطفى عبد العزيز رئيس حي شرق مدينة نصر، اهلا بسيادتك يا فندم. اهلا بسعادتك استاذ مصطفى. انا اسف يا فندم، انا عارف ان حضرتك في شويه برد يعني كده، بس يعني ما رضيتش اكلم سيادتك امبارح، ولكن قلت النهارده تكون احسن نكلمك بقى. الحمد لله يا باشا، الحمد لله. بعض مشاهدينا اتصلوا بيا وقالوا لي ان عندهم مشكله خلف مدرسه المنهل في شرق مدينه نصر، الدائره التي بشوف من وجهه نظري شائكه جدا، لان المنطقه دي ضلمه على فيها عشوائيات خلف مدرسه المنهل تحديدا. الحقيقه المنطقه دي كانت سيئه جدا، المنطقه دي دلوقتي احنا رفعنا كفايتها من ناحيه الرصف، الاناره، يمكن النهارده كنا شغالين في الاناره ورجعنا الاناره بتاعت المنطقه دي كلها وشغالين فيها، ما زلنا النهارده عملنا مجموعه جامده جدا من الاناره، رفعنا كفايتها ورفعنا جميع البياعين اللي هم كانوا موجودين حوالين من الجمعيه التاريخيه، اللي طبعا دي حاجه من التراث القديم بتاع مصر لما يكون حواليه بياعين، شلنا كل ده. والنهارده حتى كنا عاملين حمل هناك تاني وبنتابعها عشان ما يرجعوش، ان شاء الله هنشيل بقيه المكان بتاع السوق ده وهنعمل لهم سوق محترم يعني يليق بالناس ويليق بالمنطقه، لان احنا رصفنا ويمكن بنكمل بقيه الرصف بتاع المنطقه، الشوارع بتاعت المنطقه كلها ظبطنا الشوارع، عملنا بلعات مطر وعملنا الاعمده وجددناها. ده خلف المنهل يا فندم؟ في المنهل، في موقع المنطقه التاسعه كلها بتاعت المنهل. اه. كل المنطقه دي واكيد جميع السكان والناس اللي هناك دول شايفين الكلام ده. اه بس ده حصل امبارح بس يا فندم صح؟ النهارده كنا شغالين هناك. يعني انا اصل انا كنت كلمت سيادتك امبارح ما شاء الله، يعني ان انا اكلمك امبارح فما شاء الله تنزل النهارده تعمل كل اللي حضرتك بتقوله. وكان في حمله اجالات برضو من الشرطه والحي، ورفعنا برضو بعض الاجالات اللي هناك، ولكن احنا بنضبط طبعا امور عشان خاطر نرفع بقيه البياعين اللي هناك ونعمل لهم سوق حضاري محترم في المكان اللي هم واقفين فيه، ونفتح الشوارع اللي هم كانوا واقفينها ديت. طبعا شلنا فتحنا بقى معظم الشوارع، فاضل الشارع اللي هو فيه السوق ده اللي هو ورا المدارس ده، هنرفع برضه بقيه البياعين وهنكمل بقيه السوق بتاعهم هناك ونسكنهم فيه. وبالنسبه في بتوع ربوبيتي هناك برضه، فطبعا بننسق مع الشرطه دلوقتي عشان نرفع جميع البياعين بتوع ربوبيتي اللي جه محتل المكان هناك، لان الارض اللي قاعدين فيها دي هي ارض زيرو، ما ينفعش البنا فيها او شركه مدينه نصر منع البنا فيها، ولكن كانت باعتها لبعض الناس وفي مشاكل بينهم وبعض، جم جماعه طير بوكيا دول احتلوها. بس احنا يا فندم هنقدر باذن الله نسيطر على الحكايه دي ونعمل السوق.
يا فندم احنا الحمد لله طالما شلنا سوق المنهل يبقى نقدر نشيل الباقي مش فاهم. بس احنا شلنا سوق المنهل فعلا. الحمد لله وهم شلناه وهم السكان شايفين والناس شكرت الكلام والمجهود اللي معمول هناك والمبذول هناك. وبقول لسعادتك كل المربع ده بنرصفه دلوقتي وبنعمل فيه بنفتح الشوارع بنرصفه كله ورصفنا مجموعه جامده من الشوارع حوالي 10 شوارع لحد دلوقتي وبنكمل بيت الشوارع ان شاء الله. المربع ده هيبقى من احسن المربعات الموجوده في اتمنى يا فندم واتمنى اتمنى تبعت لنا كده الصور اول باول لو سمحت تخلي حد من العلاقات العامه والاعلام عند سيادتك يبعت لنا ده لان انا الناس بتبعت لي وانا اتبسطت جدا من الاجراءات الشديده اللي حضرتك خدتها النهارده فكره نزول والحملات وحتى ازاله الاسواق العشوائيه هناك دي حاجه اسعدتني جدا جدا. فخلينا نبقى مع بعض كده نشوف الجديد في المنطقه دي تحديدا ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله مبروك يا فندم اختيارك من قبل وزير التنميه المحليه ان حضرتك رقم واحد من الاحياء شارع مدينه نصر الحمد لله و... والوزير اختار الحي اللي انا بشوف من وجهه نظري حتى لما المواطنين كلموني عن سيادتك وقالوا لي يا فندم ان المنطقه ومشاكلها قلت لهم احنا عندنا رئيس حي لو انتوا عندكم مشكله فهي في الحته دي بس مدينه نصر كلها مش الحته اللي انتوا فيها مدينه انا نصر عندي 90 كيلو انا عندي 90 كيلو والحمد لله 90 كيلو ما تكلمنيش عن 3 4 5 10 كيلو من 90 كيلو وتقول لي في مشكله ولكن كلمتك امبارح النهارده انت حليت يعني انا امبارح كنت في حمله في منطقه التوفيق واول امبارح اللي هو يوم الاجازه كنت في حمله انا ما عنديش اجازات انا ما باخدش اجازات انا زي الاسم بالظبط يعني يوم اول امبارح كان عندنا حمله في منطقه الواحه وطبعا لو رحت الواحه وشفت الواحه والشغل اللي احنا عاملينه هناك الشباب المحترم ومنظمات المجتمع المدني هناك عاملين شغل جميل بس نفسي ارجع لها شويه يا فندم كده 3 4 كيلو عند منطقه العاشر دي والناس اللي واقفين بشكل عشوائي منطقه العاشر دي احنا بندبر لها مكان دلوقتي عشان ننقل يعني بنحاول نشوف لها مكان دلوقتي عشان ننقل الموقف ده وننقل السوق بتاع العاشر ارجوك يا فندم. وبالنسبه لسوق السيارات برضه بيجهز ليه سوق ثاني في القطاميه وهيتنقل سوق السيارات من المكان ده ان شاء الله باذن الله مدينه نصر بشكرك بشكرك ان شاء الله قريب هتسمع حكايات كويسه ان شاء الله ان شاء الله. وانا بشكرك جدا المهندس مصطفى عبد العزيز رئيس الحي المجتهد الافضل الاقوى حال التواصل تامه النهارده ورغم البرد الشديد لكن هو تواصل ونزل النهارده وحملات نزلت وزال سوق لمجرد ان بكل جراء اتصل وقال له مواطنينا واهالينا عندهم مشكله ونزل اشتغل. بشكرك جدا 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 المهندس مصطفى عبد العزيز رئيس حي شرق مدينه نصر بشكرك جدا. خليكم معانا هنطلع للفاصل عايزين نستقبل ضيفنا الفنان الجميل اللي هيغني كلمه حلوه ونتكلم معاه كلام من القلب بعد ما نطلع من الفاصل. قبل ما نطلع من الفاصل هنقول لكل الناس اللي اتصلت بينا حقكم علينا اتصالات ضخمه جدا الحلقه الجايه يوم الاحد استعدوا للارقام استعدوا باتصالاتكم ونكمل بقيه الاسماء اللي هتنضم لحمله الحقن المجهري المجانيه. خليكم معانا نستقبل الفنان المحترم بدر هلال ونرجع تاني انا من فرحتي بيكم متلخبط بس يلا بينا نبتدي الجزء التاني بعد الفاصل. We'll be right back.